يوسف العمراني معطل عن التنسيقيات جهه فاس مكناس اللي حاملت الشهادات المعطلين. الاشكال ديال النقل الحضري بمدينه فاس، المشكل اللي حاليا عندنا حافلات مقاتلات، ماشي حافلات، هادو حافلات مهترئه جدا، عدد الاسطول ديال الحافلات قليل، الناس كتمشي للمحطه كتبقى تساني بالساعه بالساعتين عاد تيجي الطوبيس، فاش يطلع على الطوبيس كيلقى عامر بالدخاخن كله مهرس مشخشخ من الداخل. لذلك الساكنه اليوم تحتج على هاد الخدمات ذات الشركه هذه، ولذلك وتطالب بالسلطات المحليه المتمثله في وزاره الداخليه والمجلس الجماعي بالتدخل العاجل من اجل ايجاد حل لهذا المشكل اللي هو النقل الحضاري. ساكنه فاس اول حضاره عالميه، المدينه الوحيده اللي عرفت الحضاره في المغرب هي مدينه فاس، اليوم كتعيش اختناق على مستوى النقل الحضاري. هذه الحافلات اللي كتعطي واحد الرائحه ديال الدخان كارثه. الحافلات اللي كاينين حاليا هما حافلات كما قلتي، كما كيلاحظ الكبير والصغير التلاميذ وطلبه، ان الحافلات حافلات مهترئه، حافلات اللي كتمس بالكرامه ديال المواطن، حافلات لا علاقه لها بالقرن 21. حنا في سنه 2022 عندنا حافلات ديال القرن الى قرن 18 والقرن 19 ديال اوروبا، وما كنظنش كانت في ذاك القرن، وكارثه كارثه جدا. بالاضافه الى ذلك ان المعطلين اليوم نزلوا كيعبروا على السخط ديالهم نتيجه القرارات الصبيانيه ديال وزير التعليم، وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه شاكب بن موسى، اللي صدر قرارات مجحفه في حق خريجي الجامعات حامل الشواهد الاساسيه، واللي قام بتثقيف السن في 30 سنه وفرض انتقاء الاولي والشرط ديال عدد السنوات الحصول على شهاده البكالوريا وشهاده الاجازه، وهذا شروط مجحفه في حق العديد من المعطلين. لذلك اليوم هما كيعبروا عن السخط ديالهم، لذلك يطالبون بالحكومه بايجاد حل لهذه الفئه، هذه الفئه الكف، ان خريجي الجامعات راه ماشي، ما تقوليش ان واحد عنده اكثر من 30 سنه راه ما غيتعاملش مع التلميذ، ولا راه ما غيوصلوش الفكره، ولا انك غتجيب اطر قل من 30 سنه غتحسن من جوده التعليم. هذا راه ضرب من الحمق، وان هذا اللي صدر هذه القرارات ما عرفش شنو عنده في مخه، واش عنده في العقل في مخه. لذلك حنا كمعطلين نرفض هذه القرارات بالبت والمطلق، وما غنتنازلوش على حقنا، لاننا قرينا في هذه البلاد ومن حقنا نتوظفوا فيها ومن حقنا نشتغلوا كباقي ابناء الشعب المغربي لضمان العيش الكريم، وتحياتي لكم.